دومينيت تاني. علي ما توقعت ولا كان في بالي اصلا اني بطلع نومينيل هالجمعه، بس قدر الله ما شاء فعل له انا طلعت. انا بعتمد على الله، ثم عليكم انتم الجمهور ان شاء الله اني ارجع. وانا ما كنت افضل كثير انه نطلع اثنين لواحد تصويت جمهور والثاني يرجع ويطلع، بس هو هذا نظام اللعبه. أتمنى إن شاء الله أني أبقى. توقعت إن شاء الله يا رب الجمهور ما يخيب ظني، يصوت لي إن شاء الله، وأنا منتظركم. وفي البرايم إن شاء الله بقدم اللي أقدر عليه، وإن شاء الله يا رب أرجع وأكون من بعدكم. لو رجعت إن شاء الله بقدم كل اللي عندي وبطور نفسي أكثر وأكثر، وإن شاء الله أني ما خيب ظنكم مرة ثانية، وإن شاء الله أني مشرفكم دائم. بطلب من كل الجمهور واللي يحبني واللي بيتمنى أني أبقى في البرنامج يصوت لي على رقم 2.